كلهم لقيت الله يبارك عليك شكرو بيه ما حد ما حد يشكر انا راه راه المعدن تاعو طيب جدا المعدن تاعو هو اللي خلاه يكرم هذه الوجوه الهائله هو اللي خلاه يدير هذه المبادره البسيطه ولكن هذه قلوبنا كبير الله يعطيك الصحه ولي نزلت فيه راه مازال وقت نعاودو يترشح نقولها هيك بنا ولا نعاودو يترشح نعاودو يترشح في قائمه زين خاطرش راه البلاد راه تحتاج عباد كيما افكار كيما هذه قولي لي فيش هذا سبحان الله راه عندي ادي وما قلنا لهم كل منا عقاب عليه انا حاب نكون في موقع قوه اللي هو سلطه الشعب سلطه الشعب هكذا بصح المجلس المجلس المهم ربي يبارك فيك ان شاء الله ويقول لك الراي الشيخ بن علي الثاني الله يقول له الراي راه امين جاد و كيد الضيف شرفي هو لا لا بالعكس هو اللي راه درك سير الجلسه وسير هذا تكريم ربي يبارك فيه ان شاء الله امين وها هؤلاء هما بنا مس مش حاجه بعيده عليهم ولا حاجه الحمد لله ربي يبارك فيك الشيخ وكثر خيرك بإذن الله.